السلام عليكم. فهد البناي، رئيس التنفيذي لشركة أكسيوم تيليكوم. أكسيوم إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع منتجات الاتصالات كالهواتف النقالة وإكسسواراتها ومنتجات شركات الاتصالات في الإمارات وفي السعودية أيضا. مؤخرا الشركة انتقلت إلى المبنى الرئيسي لها اللي يضم جميع الإدارات تحت سقف واحد. كنا حريصين في تصميم المبنى على مراعاة مواصفات ليدز اللي هي مواصفات مختصة بالمباني الخضراء كجزء من مساهمتنا في بيئة نظيفة. أحد المواصفات طبعاً الليد سيرتيفيكت اللي هي مختصة بالإنرجي الاستهلاك. فلهذا السبب نحن في بحثنا بالسوق وقع الاختيار على شركة سراج لسببين صراحة. طبعاً موضوع الطاقة المتجددة والسولر له هدفين بالنسبة لنا. أول هدف طبعاً اللي هو تحقيق الهدف أن نكون الشركة مهتمة بالبيئة وتدعم الدرايف للبيئة، والهدف الثاني طبعاً اللي هو تقليل من المصروفات التشغيلية اللي حققناه باستخدامنا للسولر. شركة سراج أحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في الطاقة المتجددة، فلهذا السبب وقع الاختيار عليها. السبب الآخر طريقة العمل معهم وآلية العمل معهم. نحن كشركة ما نلتزم بأي مصروفات رأسمالية لوضع السيستمز والإنستليشن، هذه بأمور تختص تقوم بها شركة سراج، فهي تتكفل بكامل المصاريف للتركيب للتشغيل إنزين، وأيضا الصيانة والمينتنس. فلهذا السبب نحن الشراكة معهم مثل ما يقولون هاسل فري، وشراكة ممتازة وناجحة بالنسبة لنا. وشكرا.